لسه مع حضراتكم بنحتفل في حلقة خاصة من مصر جديدة مرور سنة كاملة على بدء انطلاق هذا البرنامج. من ضمن الملفات اللي كنا بنحرص عليها دايما في مصر جديدة ملف القضايا الاجتماعية، لأنه القضايا الاجتماعية دايما هي قضية الشارع متعلقة بالمواطن من الدرجة الأولى. على مدار السنة اللي فاتت من مصر جديدة ناقشنا الحقيقة قضايا اجتماعية كتير، يمكن من أهمها قانون الأحوال الشخصية، وده قانون من أهم القوانين اللي بيشتغل عليها المسؤول عن التشريع في مصر دلوقتي. احنا هنا في مصر جديدة كان لينا وقفة كبيرة على مدار سلسلة من الحلقات ناقشنا فيها بالتفصيل بنود القانون وكل مادة فيه وإيه اللي محتاجين إنه يتعدل عشان نخرج بقانون لا هو قانون للمرأة ولا هو قانون للراجل، لكن هو قانون للأسرة المصرية ككل، قانون بيعمل على حفظ حقوق الأبناء ورعايتهم، بيحد وبيقلل من حالات الطلاق والانفصال والتفكك الأسري اللي في النهاية الأطفال هم اللي بيدفعوا ثمنه، واللي في الحقيقة هم أصلا المستقبل. أطفال دول هم المستقبل، ودولت اللي لازم يكونوا محل اهتمامنا علشان ما يطلعوش مشوهين. كان لينا وقفة كبيرة أمام هذا القانون مع الخبراء ومع المتخصصين من مختلف المجالات، كمان ناقشنا ملف مهم جدا، هي قضية أنا شايفاها إنها قضية مهمة، وهي قضية زراعة الأعضاء. القضية دي كنا حريصين إنه كل أطرافها يكونوا موجودين، من الطب والقانون والدين، ودي قضية بقالها سنوات، وأتمنى إن إحنا يعني نكون من خلال الحلقات مصر جديدة قدرنا نعمل جزء من حوار مجتمعي يفيد القائمين على صياغة هذه القضية. مش زراعة الأعضاء ولا قانون الأحوال الشخصية اللي يعتبروا قضايا قديمة ولسه بنحتاج نناقشهم عشان محتاجين فصل فيهم، لا، ده كان في كمان قضية كانت واخدة جزء من اهتمامنا، وهي قضية الإيجار القديم، ودي قضية عليها جدل كبير جدا من سنوات طويلة. صحيح حاليا في تحرك ملموس فيها، أتمنى أنه هذا التحرك يخرج فيها بحلول نهائية وحاسمة لهذه العلاقة بين الملك والمستأجر، لدرجة أنه يعني اتعملت مسلسل. قضية مهمة جدا قضية قانون الإيجار القديم، كمان هي قضية جماهيرية ناقشناها هنا في مصر جديدة. ايه هي هذه القضية؟ لسه كنا متكلمين فيها كمان من كام يوم، قضية العربيات والتسهيلات اللي وضعتها الحكومة للاستيراد من الخارج. طول الوقت أسعار العربيات بتزيد، أسعار العربيات بيبقى فيها أوفر برايس. لا 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 يا جماعة، ده مش أوفر برايس، ده أوفر برايس. احنا كل يوم كان الأوفر برايس بيبقى ليه عليه أوفر برايس أكتر منه، والسوق طالع نازل طول الوقت. ودي كانت قضية توقفنا عندها كثيرا ومرارا وتكرارا، قضية المناخ والتغيرات البيئية، ودي قضية وملف مهم جدا وملف شديد الأهمية، ناقشناه في حلقات كتيرة جدا مع أكتر من ضيف متخصص، لأنها الحقيقة قضية وجودية ليها علاقة ببقاء هذا الكوكب والحفاظ عليه، ودي من القضايا اللي بنقول عنها قضية حياة أو موت. عشان كده اجتمع قادة العالم في مدينة شرم الشيخ من أجل محاولة حسم هذه القضية. في مصر جديدة نناقش فيها كل هذه الموضوعات المهمة. نتكلم عن الطلاق الشفوي. هل يقع الطلاق الشفوي بدون توثيق؟ من تاريخ إيقاعه يمين الطلاق وجوب عليه إثبات الطلاق، لأن الطلاق عدلي. وجود وثيقة تطليق خلعاً، وهي دي الحل الوحيد حاليا بالنسبة للطلاق الشفهي. صورة متكاملة للاقتصاد المصري بلا تهويل ولا تهوين. النخب الاقتصادية والسياسية وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ كانوا النهاردة حاضرين بيتكلموا عن مستقبل الدولة المصرية الاقتصادية. مصارحة المواطنين والشفافية ومشاركتهم في العمل العام وفي الحياة، طبعا دي حاجة مهمة جدا في غاية الأهمية. وزارة التربية والتعليم قررت تقسيم مصاريف المدارس الخاصة والدولية على 4 أقساط. ما يدفعه التلميذ في مراحل التعليم العام لا يزيد عن 400 جنيه أو 500 جنيه رسوم أنشطة. ياريت ما نربطش دفع المصاريف باستلام الكتب الدراسية.
ضحايا للأخطاء الطبية، وطالما في ضحايا يبقى لازم يكون في محاسبة. الهدف الأساسي أن يبقى في قانون واضح يحدد بوضوح مين الأهمل، مين اللي حصل معه مضاعفات والدة الحدوث. ظاهرة التنمر بتبقى ملحوظة جدا إذا كانت الظروف بتسمح للمتنمر أن يكون متداري، يكون بعيد عن المواجهة المباشرة مع ضحاياه. التنمر ممكن يبقى جسدي وممكن يبقى لفظي وممكن يبقى نفسي. قمة عالمية على أرض مصرية قدرت تتجاوز كل التوقعات. دورها المناخية اللي مدتها 35 سنة كان في ارتفاعات في عنصر الكربون، وإن درجة الحرارة زادت بالفعل 1.2 درجة. هنا بنقول درجة الحرارة بترتفع طبيعي بما إننا في الفترة الحرارية. قانون بيسمح لأي مصري في الخارج إنه يجيب من برة عربية لاستعماله الشخصي. وحضرتك لازم تجيبي معاها شهادة يورو 1 عشان يتأكدوا إنها بتتمتع بالمنشأ التفضيلي ولا لا. إزاي ندور على العملة المصريين بالخارج وإزاي نستغل حبهم لمصر. ده كان جزء من القضايا المهمة اللي بنناقشها هنا في مصر جديدة، لأن طبعا الوقت والمساحة مش هيكون كافي أكيد إن احنا نستعرض كل الملفات والقضايا اللي احنا ناقشناها على مدار السنة اللي فاتت. لكن من وقت للتاني كده احنا كنا بنعمل استراحة، واستراحة عندنا مش يعني أجازة، لا، استراحة يعني إننا بنخرج للون مختلف وأداء مختلف وشخصيات مختلفة. الشخصيات ممكن تكلمك في الطب، ممكن تكلمك في الروحانيات، في الدين، في الشعر، في الموسيقى، أو في التاريخ أو الآثار. وده مهم لأننا من وقت للتاني محتاجين هذه الاستراحة، محتاجين أن احنا يبقى عندنا جلسات مع هذه الشخصيات. كل شخصية من هذه الشخصيات هي نجوم في مجالهم. قابلنا هنا في مصر جديدة في حلقات مميزة الدكتور حسام موافي طبيب جبر الخواطر، قابلنا الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير، دكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير، دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي الشهير، الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي المعروف، الشاعر الكبير جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. شخصيات كتير كانوا ضيوف أعزاء علينا في مصر جديدة على مدار سنة. مصر جديدة هنحاول نفتح هذا الملف مع ضيوفي، إجاباتها بالتأكيد هتكون مليانة حكايات وأحداث وتفاصيل عن حياة النجوم. حرائق صغيرة، لماذا ننزعج من الساحل ده حنبوه؟ كل ما في هذه الحياة من عطاء من الله عز وجل. الله أكبر أنشودتي. مبسوط من القناة دي، هي جديدة ومبروك عليكم، بس يبدو انها جد قوي. نبرة الصوت البشري هتفضل ليها سحرها وتأثيرها في كل زمان ومكان. كان كل كلامي هيتبدل وهيبقى دموع رفضة تسلم، كان يبقى في نفسي اسمع صوتك وملامحك وانت بتتكلم. العمية كده كانوا اصدقائه بيحكوا لي، يقولوا كان يقول انا عايز قبل ما اموت اخد في سكتي منهم كتير. في مقولة بتقول النفس اناء الايمان، فمن سكب من انائه شيئا ليراه الناس نقص ايمانه. حضرتك بتنفي تماما كل هذا العبث. الدكتورة سعاد بتقول ان الخاطب لما يكون زعلان مع خطيبته يبوسها. مصر مليانة بأطباء عظام. تحب أبقى معاك دكتور ولا حكيم؟ الراجل مش هينسى الكلام اللي قلتيه. الآية بتقول واضرب هون. أصد الكيد أمنع العدا. ممكن مرة أكلم طارق الشناوي في التليفون، هسمع في الخلفية ويجز. هتسمعي ويجز واسمعي حمو بيكا كمان. على فكرة دي أول مرة في حياتي وأنا صغيرة أنزل أشتري شريط من مصروفي، كان شريط قارئة الفنجان. أي حد عايز أنه يبدأ مجال مش لازم أن أنت تاخد اللقب. لازم الساهر مشروعك معايا كان إيه؟ الله أعلم يا وفية، كم ضاقت الدنيا عليا
لما أضعتك من يدي. مين اللي كاتب الكلام ده؟ هتقولي اللي كاتب الكلام ده. أول نصيحة حقيقية أتلقاها في الشعر كانت ردا على القصيدة اللي أنا كتبتها بمناسبة أكتوبر 73. حب مادة حرمان لو اختلت أو نقصت مفيش حاجة ممكن تعوض الإنسان عنها. الحضارة النهرية هي تعلم الحب. لو كنتي فاكرة إن اتكسرت في بعدي عنك يبقى كان لازم تعيد حساب جوانب كل شيء. اللهم عافنا وعافي كل من يسمع ومن يشاهد يا حي يا قيوم. مصر جديدة تلتقون به في الأوقات التالية على ATC.